بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنتكلم عن اول درس من دروس النحو عندنا، هو اسلوب الشرط. طيب اسلوب الشرط عندنا بيتكون من اول حاجه اداه الشرط، بعد كده فعل الشرط وجواب الشرط. يبقى عندنا اسلوب الشرط بيتكون من اداه الشرط اول حاجه، بعد كده فعل الشرط، بعد كده جواب الشرط. طيب اداه الشرط احنا عندنا ادوات كتير، من ضمنها أول حاجة هناخد في أول مثال إن. إن هنا بتستخدم للتوكيد. طيب أسلوب الشرط ده يا ولاد لازم نبقى عارفين كويس قوي إن هو بيجزم فعلين، اللي هو فعل الشرط جواب الشرط. تمام، يبقى عندنا أسلوب الشرط بيجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. المثال عندنا واضح، إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح. طيب لما نيجي نعربه يا ميس هنعربه ايه؟ لان ده درس اعراب. الترم الاول احنا كان عندنا اغلب الدروس عندنا مش اعراب، لكن الترم ده كتير جدا دروس عندنا هنشتغل اعراب. ان تذاكر تنجح، ان دي اداه الشرط بتجزم فعلين، اللي هو فعل الشرط وجواب الشرط. طب تذاكر تعرب ايه؟ فعل الشرط لازم نديها المسمى بتاعها اللي هي خدته، الوظيفه بتاعتها ان هي فعل الشرط. طب اعرابها فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون. طيب وجواب الشرط عندي تنجح، ما انا حطيت شرط قول ان تذاكر، لو انا ذاكرت ايه اللي هيحصل؟ تنجح، فتنجح جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون. بعد كده يا اولاد بنتكلم عن ادوات الشرط الجازمه، وادوات الشرط الجازمه لازم تجزم فعلين يا اولاد، اللي هو فعل الشرط وجواب الشرط. احنا عندنا ادوات كتير جدا، اول حاجه ان. طيب ان دي بنستخدمها للتوكيد، بعد كده من بنستخدمها للعاقل، بعد كده ما بنستخدمها لغير العاقل، متى بنستخدمها للزمان، أينما بنستخدمها للمكان وزيها برضو أين، مهما بنستخدمها لغير العاقل. وبعد كده عندي أدوات كتير جدا زي أين وأن وأيان وأي وحيثما وكيفما، وهي أدوات شرط جازمة بتجزم فعلي الشرط وجواب الشرط. أول مثال عندنا يا ولاد، من يسع إلى الخير يلقى خيرا. هتقولي يا مثال أنت كاتبة كلمة يسع ويلقى غلط. لا طبعا مش غلط، ليه؟ لأن أدوات الشرط الجازمة دي بتجزم، وكلنا عارفين إن سنة ستة الجزم بيجي على أضعف حرف اللي هو حرف الإيه؟ العلة. طيب من دي إيه؟ أداة شرط. احنا عرفنا ان الاسلوب ده بيتكون من ثلاث حاجات، اول حاجه الاداه، ثاني حاجه فعل الشرط، ثالث حاجه جواب الشرط. تمام كده. طيب هو كل حاجه يمسك لها اعراب، لان ممكن فعل الشرط اللي عندي جاي فعل اخره حرف الا يبقى مجزوم بحذف حرف العين، وممكن يبقى جاي بنقول صحيح الاخر يبقى مجزوم بالسكون، وممكن يكون فعل من الافعال الخمسه فيجزم بحذف الايه؟ النون. طب المثال اللي قدامنا، من يسع الى الخير يلقى خيرا. طيب يا ميس انت كاتبه حاجه غلط؟ لا مش كاتبه حاجه غلط، لان من هنا اداه شرط جازمه هتيجي على اضعف حاجه وهتضيع معاها، اللي هو يسعى الاضعف حاجه اللي موجوده فيها حرف العلم فمش هيبقى موجود. يبقى فعل الشرط هنا الوظيفه بتاعته ماله، هو اصلا هنا ايه؟ فعل مضارع، ماله مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله. طيب فين جواب الشرط يا ميس؟ اللي هو يلقى، اللي هو بنسميه جواب الشرط، الوظيفه بتاعته. طب اعرابه فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العلم. المثال اللي بعده، احنا عندنا هنا اسلوب شرط، ايه الدليل ان هو اسلوب شرط؟ الاداه وفعل الشرط وجواب الشرط. طيب مين يقدر يطلع الاداه؟ اداه عندي ما. بعد كده فين فعل الشرط؟ تقدمه. وفين جواب الشرط؟ تجدوه. طيب كل حاجه لها اعراب مسيبه او بيختلف الاعراب. ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه، هي تقدموا دي مش انا بتكلم عن مجموعه، يبقى ده بنقول فعل من الافعال الخمسه، صح كده؟ لان قلنا كل فعل مضارع بنقول ينتهي واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه بنسميه افعال خمسه. ولو كنا فاكرين من سنه سته ان الافعال الخمسه بتجزم بايه؟ بحذف النون. يبقى ما تقدمه الوظيفة بتاعته إن هو فعل شرط. طب إعرابه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تجدوه عندي هنا جواب الشرط، ماله
فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. المثال اللي بعده يا أولاد: متى تسافر تزداد معرفة. احنا كلنا عارفين ان اسلوب الشرط بيتكون من اول حاجه الاداه، وهي هنا عندي متى، تمام كده. بعد كده فعل الشرط عندي اللي هو تسافر، وده فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون لانه صحيح الاخر. بعد كده عندي تزداد اللي هو جواب الشرط، وده فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. طيب في ملحوظه يا اولاد لازم ناخد بالنا منها، تسافر ده فعل صحيح الاخر فمفيش فيه مشكله. عندي تزداد اصلها الفعل زاد اللي هو بنقول ايه، معتله اجوف. طب انا شلت الالف اللي لو واخدين بالكم كويس قوي، انا ليه هنا شلت الالف اللي موجوده في كلمه تزداد؟ منعا لالتقاء ساكنين. القاعده بتقول اذا كان الفعل بنقول معتل ما قبل اخره اللي هو الاجوف، في الحاله ديت بنقول بنحذف حرف العله، بنحذف حرف ايه؟ العله. المثال اللي بعده: اينما تذهب تجد احبابا. أينما تذهب تجد أحبابا. إحنا خلاص اتفقنا إن أسلوب الشرط بيتكون من أداة الشرط اللي عندي هنا أينما، بعد كده فعل الشرط اللي هو تذهب، وده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. جواب الشرط عندي هنا تجد، ودوت بنقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. تاني بنقول أنا عندي أينما تذهب تجد أحبابا. عندي أسلوب الشرط هنا متكون من ثلاث أجزاء: أداة الشرط عندي أينما، وعندي فعل الشرط تذهب، وده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون، وجواب الشرط عندي هنا بنقول تجد، وده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون. المثال اللي بعده: مهما تفعلي من خير تنالي ثوابه. مهما تفعلي من خير تنالي ثوابه. طيب ناخد بالنا من حاجة كويس قوي، هنا تفعلي دي اللي هي تفعلين من خير تنالين ثوابه. طيب فين النون هنا يا مستبه؟ كلنا عارفين كويس قوي ان ده اسلوب شرط، يبقى بيتكون من اداه شرط، دي اداه جازمه بتجزم فعليه، فعل الشرط اللي هو تفعل، وجواب الشرط اللي هو تنالي. طيب هنا ده مجزوم بايه؟ كلنا عارفين كويس قوي ان الافعال الخمسه بتجزم بايه؟ بحذف النون. يبقى ده اول حاجه تفعلي، فعل الشرط ده فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون، ولازم أنا أقول السبب لأن ده بنقول علامة فرعية لأنه من الأفعال الخمسة، ونفس الطريقة تنالي ده الفعل من الأفعال الخمسة يبقى يجزم بحذف النون. طيب بعد ما شرحنا الأمثلة يا أولاد لازم تبقوا عارفين إن في ملاحظات هامة جدا في الدرس ده. أول حاجة لازم تبقوا عارفين إن أسلوب الشرط زي ما إحنا قلنا بيتكون من ثلاث حاجات: أول حاجة أداة الشرط، بعد كده فعل الشرط، بعد كده جواب الشرط. لازم نبقى عارفين كويس قوي ان اسلوب الشرط هو اسلوب بيتم فيه الربط بين جملتين. ما انا زي ما بقول كده انت تذاكر، لو انا ما قلتش حاجه بعدها ما فهمتش حاجه من الجمله، لكن بقول انت تذاكر تنجح، يبقى في اداه وفي فعل وفي فعل وفي جواب الشرط، تمام كده. طيب انا احنا قلنا ان ادوات الشرط الجازمه كتير جدا زي ان ومن وما ومهما، وعندنا متى، وعندنا اينما، وعندنا ايان، وحيثما، وأن، وأين، ودي بتجزم فعلين اللي هو فعل الشرط وجواب الشرط. بعد كده يا أولاد من ضمن الملحوظات هناخد علامات إعراب الفعل المضارع. إحنا قابلنا وإحنا أثناء ما بنشرح الفعل صحيح الآخر، طبعًا ده بيجزم بالسكون. وقابلنا من ضمن الأمثلة أفعال معتلة، وده بتجزم بحذف حرف العلة. وقابلنا أفعال خمسة، كلنا عارفين ان هي بتجزم بحذف النون. نقول تاني ان الفعل الصحيح الاخر بيجزم بالسكون، والفعل المعتل الاخر بيجزم بحذف حرف العله، والافعال الخمسه بتجزم بحذف النون. الملحوظه اللي بعد كده يا اولاد ان الفعل المضارع الصحيح الاخر بيجزم بالسكون. طيب احنا قابلنا زي ناي، لو انا دخلت عليه اداه الجزم احنا عارفين كويس قوي ان بنشيل الالف. طب احنا بنشيلها ليه يا اولاد؟ قلنا منع التقاء ساكنين زي الفعل يزداد، بنقول مهما يزد، تمام كده. تاني نقول تاني يا اولاد ان الفعل ينال بنحذف الالف ليه؟ لما ندخل اداه من ادوات الشرط الجازمه منعا التقاء ساكنين. نفس الطريقه الفعل يزداد بنقول مهما يزد.
تاني بنقول آخر ملحوظة عندنا يا أولاد إن أدوات الشرط الجازمة ممكن تدخل على الفعل الماضي. طيب نسيبها حضرتك عرفت كل الأمثلة عندنا فعل مضارع تمام، وقلت الفعل المضارع بنقول يجزم حسب ما هو موجود، الصحيح إذا كان صحيح الآخر بيجزم بالسكون، وإذا كان معتل الآخر بيجزم بحذف حرف العلم، وإذا كان فعل من الأفعال الخمسة يبقى يجزم بحذف النون. طب إحنا نعمل إيه في الفعل الماضي؟ طيب نبص مع بعض كده، إحنا عندنا إن اجتهدت تنجح، الأول أبقى عارف نوع الفعل، اجتهدت يبقى فعل ماضي وتنجح فعل مضارع. ينفع يجي في الجملة المسيبة فعل ماضي وفعل مضارع؟ آه ينفع. طيب هنعالجه إزاي؟ أنا عرفت إعراب الفعل المضارع، طب هعرف إعراب الفعل الماضي إزاي؟ إحنا دايما بناخد إن الفعل الماضي مبني. طب لما أجي أعرب الجملة هنا أعمل إيه؟ أقول إن أداة شرط اجتهدت فعل ماضي مبني في محل جزم، تاني بقول عليه فعل ماضي مبني في محل جزم. طب اللي بعديه جاي مضارع هعرفه عادي جدا اللي هو جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأن فعل ده صحيح الآخر.